معي انضمت لنا باستوديو عالم الصباح لحتى نكون مع محطتنا التاليه ولادي بالدنيا ورح تتلقى اتصالاتكم كمان. صباح الخير. صباح النور غادة، كيفك اليوم؟ الحمد لله. عنا اتصالات وسؤالات غير هلا عن المدارس. مزبوط على فكره، هلا قلعوا دجا يعني الاولاد، قلعوا هلا ببين اكثر اذا في مشاكل، اذا في بالدرس عم بحكي، بالتعاطي مع المعلمه الى اخره. مزبوط. بحس هيدي البيريود بتصير هيك، بالاول كيف بدنا نفوت، هلا شو بدنا نعمل، بعدين كيف بدنا نخلص، ونبعت ورا الاهل والى اخره. نحن رح نبلش بميل غادة قبل ما نتلقى الاتصالات هيك لحتى نجاوبها عن ابنها يلي عمره 3 سنين وعم بتقول انه بيفهم كل شيء بس ما عم يحكي. هلا كثير السؤال عام، يعني يا ريت حددت لي شوي اكثر، انا بقدر ساعدها بكم شغله. يعني اول شغله، هل تصرفاته سليمه برايها؟ رح شوي لمح له. عنده عادات بكررها هي نفسها بشكل متواصل، بتحس عليه انه هل انه هو عايش بعالمه الخاص، ما بيلعب مع غير اولاد، ما بيهتم لحضور غير اولاد، ما بيعبر عن عاطفته. اذا في هول الاعراض بلس انه هو مش عم يحكي، صفى بدنا نشوف شو التشخيص المناسب، بده ينشغل بالنا. هلا اذا مجرد هلا كمان انه يعني في اهل بالمطلق انه مش عم يحكي، يعني لازم يكون عم يعمل باراجراف بالنسبه لالون، اذا عم يحكي كم كلمه هون الفرق. اكيد في فرق، اكيد. أوكي. اكيد اذا فيك مفردات عم بيقولها، مزبوط انه عدد هالمفردات يمكن قليل بالنسبه لولد عمره 3 سنين. أوكي. بس عم بيقول مفردات تيعبر ويتواصل مع محيطه، كمان في فرق، يعني صرنا بنشغل بالنا اقل كمان. هيدي بدنا ناخذها بعين الاعتبار. هلا اذا ما عم نحكي ابدا، يعني وصلنا لعمر 3 سنين وما عم نحكي ابدا، اول شيء بنفكر باي سبب عضوي او طبي. اول شيء بدنا نفحص الدينين، نفحص السمع، هيدا اول شيء بدنا نعمله نشوفه. لو انه هي عم بتقلنا بيفهم كل شيء علي، لان دائما نحن وقت الولد ما عم يحكي اول شيء بنفكر بهذا الموضوع، بنعمل له اليمينيسيون مثل ما بيقولوا، بتشيليه على جنب انه السمع سليم 100% وكل شيء منيح، بنرجع بنفكر باشياء ثانيه. بعمر 3 سنين اذا ما عم يحكي، ما فيني بس اكتفي انه اقول انه في تاخير بالنطق، في تاخر بالنطق، اكيد انه في تشخيص ثاني حد التاخر بالنطق، ممكن يكون اي تاخر بالوظائف الذهنيه، ممكن يكون عدم تحفيز من المحيط يلي هو عايش فيه. مشان هيك اوقات نحن بنقول في اضطرابات نمو شامل، بنسميها بين مزدوجين اضطرابات نمو شامل، بس هي بتكون مكتسبه، يعني ما بتكون حاله توحد، بتكون نفس الاعراض، هي منها توحد بس مكتسبه، لانه يمكن التحفيز تقريبا صفر بالبيت، يعني كثير عم بخلط الاشياء عليها، بس بدها تعطيني دوني اكثر، بدها تعطيني معلومات اكثر تقدر اعطيها جواب. اوكي، خلينا ناخذ اول اتصال. نسرين بونجور. بونجور. انا حابه اسال مدام مايا، عندي بيبي عمره 2 وشهرين. وي. جربت كل الطرق معه كرمال البو، مش عم اوقات بيقعد اوقات لا. نو واي، بيبي ما بيعمل، يعني بيعمل على الارض وبيقول لي تعال عملت هون بيبي، مش عم بيقبل. اوكي. جربت البو على الارض، للسياج بيقعد ما بيعمل، بس يقوم بيعمل. فيجي انطر عليه بعد مثلا لاول الصيفيه لانه هلا شتويه او لا. اوكي. وبعد سؤال صار له فترة شو ما اسأله بيقول لي نو، وإذا عصب مثلا بكب الشغلة، يعني شو في بإيده بصير يشبق، بكب على الأرض أو بيشبقني بشي، أو مثلا ردة فعله بيضرب أوقات. أوكي. بس إنه كثير هيك، يعني شو في بوجهه بيشبقوا على الأرض إنه هو عصب. 2 وشهرين؟ إيه. بدي أسألك بالنسبة للبوتي، بصير يبكي كثير وقتها بتطلب منه يفوت على البوتي؟ يعني بصير في بكي؟ بصير انجأ بيقعد، بصير بده ينزل. ايه بس بصير في بكي انه بتحس ان دغري نزلوا دموعه وعم يبكي ومزعوج كثير؟ لا مش هالقد، بس انه ما بيقبل، يعني جربت الدودو تبعه، جربت حتى جبت له سانج فيه ريكوردر بصير يحكي انه يفوت، ليفوت هو يعمل بيبي، وبحط له السانج على بو ثاني، وجربت كثير طرق. قد ايه لك عم بتجربي؟ قد ايه لنا مبلشين؟ يعني شي شهر وشوي. اوكي. اوكي، تكرم عينك. ميرسي. هلا هو بالنسبه لعمره، اذا بدنا ناخذها من الناحيه النظريه، هو المفروض يكون جاهز بالنسبه لهيدا العمر. وهي عم بتقول جربت كثير وعم تسالنا اذا فيها بعد تنطر، يعني مش مشكل فيك تنطري، يعني في اولاد ممكن انه يكتسبوا النظافه بعمر 3 سنين منها مشكل، بس انا برايي انه جربي بعد، نجربي بعد شوي. بس في شغله، بدون ما تكوني اكزيجانت، يعني بدون ما تكوني مصره، بدون ما تكوني عامله ستريس انه لازم هالشيء يصير، يعني نجرب ونحسسه بنفس الوقت انه عم نجرب، بس انه اتس اوكي،
مره ايه مرتين لا، يعني نكون كول اكثر معه تما يحس هو بهيدا الضغط عليه. بس انا برايي خلينا نجرب بعد شوي، يعني ما عليه لو قطع شهر شهر ونص، اوقات في اولاد ممكن ياخذوا وقت اكثر. بنصحك انه اذا هو بفتكر معها بالبيت مش بالمدرسه، اذا عمره سنتين وشهرين بعد ما بلش، فانا ببعطيك هيك روسات شوي صغيره انه اذا فيك تركي تجيله قد ايه بيشرب مي، يعني عدد كبيات المي او الجوبلي تبع المي قد ايه بيشرب، وترميله اوقات الفوته على التواليت، يعني مثلا تنقول 4 جوبلي او 5 جوبلي 5 كبيات، ونصير نترم له اياهم انه من بعد ما يشرب مثلا 45 50 دقيقه بنجرب انه يفوت على البوتي. كمان بهالشكل هيدا بنكون عم نشتغل مش انه نفسيا او على اكتساب النظافه، بنكون عم نشتغل انه نعود الفيسي او المبوله على اكتيفيتي اوتوماتيك معينه، فريتم معين باردون. فهون بدك تجربي كمان هيدي الاشياء، وبتعرفي لما بيعمل حتى لو مره بالبوتي مهرجان واتسترا وبننبسط فيه. هلا يقول نو شغله كثير طبيعيه بالنسبه لعمره. اذا بتشوف المراجع كثير من المراجع بتقول انه عمر السنتين هو عمر النو او عمر اللا، اكيد انه بهيدا العمر ديجا نحن استقلاليتنا الجسديه اكتسبنا اكبر جزء منا، صرنا نعرف شو بدنا كاطفال، فبدنا نقول هلا هيدي. انا بنصحك تتواصلي معه على لا، يعني وقت لا بتكون مش بمحلها او مش مناسبه فينا اطلع فيه وقول له لا مفروض انك تعمل هيك او مامي احسن تعمل هيك، لانه فنتواصل معه عن هلا هيدي. كمان التشبيه وهيك عم بيشكب شغله من ايده، كمان شغله طبيعيه وبنشوفها بهذا العمر، بس مش يعني بنقعد بنضحك، هو مفروض انه يمسك لنا ايدنا ومنلم الشغله سوا ومنفسر له انه لا، ومنجرب نمرنه انه وين بده يحطها برواق او شو بده يعطينا برواق. بس كل هول هن جزء من هالتطور يلي بيصير بين عمر السنه ونص وثلاث سنين. عظيم. اتصال ثاني كمان مايا. الو الو بونجور بونجور. بليز بس بدي اسال الدكتور، انا ابني عمره 7 أشهر ونص تقريبا. وي. بس بعده كثير بيقع بالليل، يعني بعده بياكل شاك توازر حتى بالليل، وجربت كل الطرق بس صراحه ما ابدا ما عم يمشي الحال، يعني كثير كثير بيبكي وعم بيكون كثير جعان. وبعدين شو اللي بدي اسالها، شو الكونتيتي الحليب عم نحكي اللي المفروض ياخذها البيبي بهذا العمر، يعني 6 أشهر وهو انه صحته منيحه. اوكي، هلا تكون واضحه معك، ثاني سؤال انا بفضل تسال البيدياتر، يعني ما بدي اقول لك انا شو كنت اعطي لاولادي لانه كل ام شيء، فانا عن جد بفضل تسالي طبيب الاطفال. يعني في اولاد بيوصلوا لل 250 سي سي بعمر ال7 أشهر، في اولاد بيكونوا اقل، فما في ما بقدر كثير اعطيك كوانتيتي فيكس يعني بالنسبه لهيدا السؤال. هلا بالنسبه لانه بيوعى كمان البيدياتر في ساعدنا، بس انا رح ساعدك بكم شغله. اول شيء بدنا نشوف اذا عدد ساعات النوم بالنهار عم بيكون كثير، لان اذا كثير هو عم بينام بالنهار بده يوعى بالليل، يعني بهالعمر اجمالا بيناموا مرتين بالنهار، بس بكل مره يعني اول نومه اللي هي قبل الظهر بتوصل للساعه وربع ساعه ونص، ثاني نومه نص ساعه ثلاث ارباع ساعه بهيدا العمر بكفي، وافضل انه ثاني سياس تكون تقريبا على 3:30 4 خلص وعي تيقدر يرجع ينام عشيه. هلا بالنسبه للاكل بالليل اكيد انه نحن دائما بنحكي عن شيء اسمه بروجريسيف ويزدرول، او انه نسحب الاكل شوي شوي من الولد، يعني نصير ناجل من فتره الليل، يعني اذا هو وعي مثلا تنقول على الساعه 1 بده ياخذ اول بيبرون، قد ايه بقدر انا انه نطره وساعده تيرجع يغفى، يعني 1:30 1:30، قد ايه بقدر بعد هالوقت يلي هو بده البيبرون فيه. هون بكون عم بعمل شغله مهمه ولو بعدتها تدريجيا. 7 أشهر مفروض انه هو مفروض بلش يكون عم ياكل، يعني اشياء صلبه يعني مفروض شبعان قبل ما ينام مزبوط وإلى آخره. مزبوط. مشان هيك غاده بنقول نحن دائما من بعد عمر ال5 أشهر اجمالا او 6 أشهر لما بيكون بعده عم يوعى وعم ياكل هالكميه بطلنا عم نحكي عن جوع، منا قصه جوع بمقدار ما هي قصه عاده. هالسيكل دوسومي هالسيكل تبع النوم تعود بهالشكل يمشي، تعود انه يقوم يعبي معدته يرجع ينام. هلا ما بعرف قديش يعني قديه رح تقدري تعملي اللي انا عم بنصحك فيه، بس انا بنصحك انه نجرب شي ليلتين ثلاثه انه ما نعطيه،
نشوف شو رح تكون الاعراض. اذا الاعراض بكاء متوسط يعني بكي بيعرق شوي 10 دقائق بتحسيه هيك وصل للذروه ب 10 دقائق رجع قشط البكي، مجرد انك تضلي حده تغفيه بنكون قادرين نستغني ونتفش البيبرون تقريبا لشي ساعه 4. دجا بتكون شغله كثير منيحه لانه 4 بنكون بلشنا بالفجر تقريبا. وبتنتبهي مثل ما عم بتقول غاده اكيد عن قصه قبل ما ينام يكون شبعان اكل مأكولات صلبه كفايه قبل ما ينام، هي شغله كمان بدنا ننتبه لها. اذا ما زبطت معك هالتكنيك اللي عم بعطيك اياها انا بنصحك انه تاجلي تاخري، يعني انه كبدايه بدل ما يكونوا 3 بيبرون يصيروا بيبرون وحده بالليل. مرسي لك. مرسي غادة. اذا بعد في حدا كان عم بجرب يتصل فينا بنقول لهم الاسبوع اللي جاي تنين الاربعاء لاربعة الجاي بفتكر حتى ناخذ اتصالات. مرسي لك. رح ناخذ بريك صغير ومن بعدها منتابع بيكون موعدنا مع شف شادي.